أكثر بعدما غمرت المياه حفرة البئر. كما قلنا في البداية الأمر أصبح معقد كثيرا، ربما العملية ما زالت تطول وربما ستأخذ ساعات وحتى يوم أو يومين، لم نستطع أن نقدر يعني المدة الزمنية لإنقاذ عياش. الآن أكبر مشكل أو العائق الكبير هو منابع المياه التي تخرج من تلك الحفرة، من حفرة البئر، هي التي أصبحت عائق كبير لمصالح الحماية المدنية من أجل وطريقة إخراجها. ربما استعملت مضخات لإخراج هذه المياه، لكن في وهلات قليلة فقط عند إخراجها تعود لنفس يعود نفس الأمر. الآن مصالح الحماية المدنية ربما باشرت في خطة بديلة وجديدة، وهي إعادة الحفر ربما من جديد، ولكن من جهة أخرى أو من مسافة أبعد، من أجل حفر خندق والوصول على عمق 30 متر والوصول مباشرة إلى الضحية. لحد الآن أذكر زميلي بأن الشاب عياش لا يزال عالقا على مسافة على عمق مترين، يعني يصلون حتى يرى من خلال يعني يستطيعون أن يروا الشاب عياش. شكرا جزيلا لك الزميل حسام غربي، كنت معنا على المباشرة عبر الهاتف من المسيلة. إلى ذلك عشرات المواطنين يتوافدون يوميا إلى موقع البئر مكان